لا شك انه كان في صعوبات وكان في معاناة كبيرة، الا ما كانت حلوة الواقع. كنا سعداء، عم نتعب، عم نسهر، عم نشتغل، بس كنا سعداء. عم تصادفنا كانت امور كتير صعبة، بس كله كان الكاست اللي كان عم يشتغل كان كله سعيد، وكنا اصدقاء وكنا احباء وكنا كأنه عائلة واحدة الواقع. يعني إذا بنرجع نحن كله كان متحمس. نعم بنرجع ل 52 سنة، بداية كانت بالتلفزيون، طبعا قبلها كنت تشتغل بمعرض دمشق الدولي. خلينا نحكي عن إنجازاتك، عن الأعمال اللي شاركت فيها، عن خطواتك بهذيك المرحلة. بداية كانت يعني مفاجأة بالنسبة إلي. أنا كنت أحد مؤسسي معرض دمشق الدولي، بيجيني تليفون من الإذاعة إنه لازم راجعهم. راجعتهم، قال إجانا ناس إنه بدك تلتحق بالقاهرة أيام الوحدة في تأسيس لمحطة تلفزيون. أنا ما كان عندي أي خبر بالموضوع. هي عبارة عن قماش حرير طبيعي دوت الأزم،